ماما ماما حبيبي، شو حبيبي؟ عذري شو حلمت؟ شو؟ وين بحب أكون أنا؟ بسألك كلمة؟ والله العظيم حلمت إني بستار أكاديمي. إيه حلو حبيبي، حلم أحلام. مش عم بمزح، حلمت إني بقلب ستار أكاديمي. إيه حبيبي؟ وقلت 3 أشهر. والله؟ والله العظيم. يا الله، أحلام أحلام، الحلم حلو حبيبي، حلو حلو. بس مش إنه مثل ما بفكرك يعني إنه حلمت وقمت، لا لا لا، كنت بستار أكاديمي. حبيبي. وبعرف يعني يعني في ناس براسي شفتهم. كيف كنت جاوبت؟ والله العظيم مثلا ليا، ليا صاحبتي ايه بتعرفيها، تخيلي انه تخيلتها معي كمان هي بستار اك، يعني انا وليا كنا بستار اكاديمي. حلم هيدا حبيبي. بس بس مش هالقد يعني، مش ما مش بعرف، لانك انت دايما متعلق بهالحلم، دايما بتتابع. لا لا لا، بس شفت يعني، شفت كثير تفاصيل يعني، مثلا شفت كذا برايم عم بغني فيه، شفت حالي مثلا انا ليا كانت معي، ليا بتغني، كانت اجنبي، كان معي حبيبي ناس، هيدا حلم. كان معي مثلا مينا، كان معي مينا. بنت اسمها غادة. مين غادة؟ ما بعرف، بس بعرف يعني شايفهم هلا بقدر اوصف لك اياهم. حلمك هيدا حبيبي. لا بس مش بهال الخفية. شو بدك تقول لي انه مش حلم؟ خليني ادق لها عليها خبر. انه شو بدك تقول لي يا ابني انه مش عم تحلم؟ انه حقيقة؟ الو الو، هاي حياتي، كيفك؟ سافا سافا، شو وينك؟ بالبيت. ماما لحظة بس. انت اكيد هلا اوعيت. ايه هلا اوعيت. احذري شو؟ شو؟ حلمت انه انا وياك كنا بستار اكاديمي. حبيبي مش حلم. شو؟ مش حلم، كنا بالستارك. شو بك؟ وصلنا على الفينال اثنيناتنا. عن جد؟ ايه حبيبي. انا وياك كنا بستار اكاديمي؟ شو بك؟ ماما ليش كذبت علي؟ شو؟ شايفتيني مش واعي بتمشي معي بالخبرية يعني؟ شو ابني؟ وصلت بالفينال كنت بستار أكاديمي أنا وليا. إلا أمك بتكذب علي، أم بتكذب عليك يا ابني؟ إيه؟ حرام عليك، لا ما تقول هيك. إنه كنت إنه حسستيني واعي بلا واعي عم بحكي فوق وتحت. قولي لي إنه كنت بهذا الذكاء. حياتي لحظة، خليكي معي. مين هيدي البنت اللي عم تحكي أصلاً؟ إنه أنت بتعرفيني كنت بستار أكاديمي، هلا وعيت أنا. حبيبي أنت إمتى وعيت؟ كنت عم بحكيكي أشياء مش واعي إنه حلمت وحلمت، ما أنا كنت بستار أكاديمي. شو بدك؟ وين كنت يا حبيبي؟ أنا وين كنت؟ أنا شجرة يعني. بس لحظة احكي مع حياتي. بس انه لا لا حياتي شو ما تعتلي هام. ايه بس هلا تذكرت، ايه انا وياكي كنا بالسرعه اكيد أكلم. وغنيت فيروز بالفينال. حياتي ايه بتتذكري اكيد. ليكي شو الاخبار؟ كله تمام؟ كل شيء. شو عامله اليوم؟ ماشي. رح ضل معنا يا ابني، عيطت لي يعني. كنت عم بطبخ يا اوكي. يلا برجع بحكي كده يعني. اوكي باي. اسمع بدي اقول لامينا، بدي اقول لامينا. مينا؟ مين؟ لك مينا كان معي بالستار اكاديمي. شو هلا بطلت تعرفي ستار اكاديمي من 3 أشهر كنا يا فيه. ابني انت ما كنت بولا محل يا ابني، انا 3 أشهر انت هون عم تدرس. يا حبيبي يا ابني ايش فيك؟ ماما ايش فيك؟ روقي على وضعك شوي، خليني احكي مينا. لا بده يجنني هيدا الصبي. يا خويا يا حبيبي انت عامل ايه؟ الحمد لله حبيبي. انت ايه صحي ولا يستك عامل كده؟ كنت صحي. يا ابني ما تتكلمش مصري، انت ما بتعرفش تتكلم مصري. لسه صاحي. انت عامل ايه؟ الحمد لله والله ماشي. والله حلمت، حلمت بنومي رجعت تذكرت ايام ستار اكاديمي. بتفيق خليني اروح اطبخ على حالي. بتتذكر وقتها كنا بستار اكاديمي السنة الماضية؟ مين؟ الو؟ الو؟ الي معايا ولا مين؟ ايه الي. ما بتتذكر وقتها كنا ولا يخرب بيتك مالك في، انت مجنون ولا ايه؟ ما بتتذكر السنة الماضية وقتها كنا بستار اكاديمي؟ لا عم تجننوني. بعمل ايه في ستار اكاديمي انا؟ يا خيي انا وياك وليا ومحمد وغاده كنا اخر 5. ليا عارفها. محمد وغاده مين يا حبيبي؟ محمد شاهين. ما تبطل تهريج بقى وهزار. ما احنا مش لسه مصطبح على الصبح يا ابني ولا ايه؟ مينا نعم. ما تهبل علي هلا، تعصبوني انت وامي. ستار اكاديمي شو بكم؟ ماله يا حبيبي ستار اكاديمي موجود. ستار اكاديمي عامل له ايه؟ مش فاهم. مش فاهمك. ما كنا السنه الماضيه فيه. كنا فيه فين؟ ليك وقت توقف نكت بلا طعمه برجع بحكيك. ليك هلا برجع بحكيك بعد شوي. ليه انت عاوز ايه؟
يا حبيبي مالك انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ شو بيك سنة الماضي ما كنا انا وياك وليا ومحمد وغادة و يا حبيبي محمد وغادة وكنزة وابتسام بستار اكاديمي هستر القبلتين لدع خالص؟ طب ليك اوكي انا يمكن مش واعي بعد يلا برجع بحكيك بعدين باي قصد قلت لها ضيعوني وطروا لي عشان احزق حالي قصد ايه انه ايه انه ايه كده هو انه لا قصد اوكي بون في خلينا نعطي تاني غير خلينا شوي نعمل رمارك الي كونفنسيون تياترال يعني نحن متفقين انه انت عم تحكي على التليفون ما فيك تحكي على التليفون تطلع فيها ما انا موجوده هون ولا روشا بكلمك بعدين اوكي انا اكون ضل بالسيتواسيون ضل بالسيتواسيون بس انا انزعجت من انه قالت انك كنا في ستار اكاديمي يعني انا شو يعني جاي لا لا قصد قصد ذنبت اللي قالت انا قلت لها قلت لها قولي ايه ايه بعرف بس انا انزعجت انه ليش قالت كان ممكن قولي كان ممكن يعني كان ممكن بعدين يتصل فيها البنت قلت لك مش طبيعيه ما بديك تعاشرها يعني انا متوقعه كنت ليك حبيبي هاي البنت اساسا انا ما بحبها ما بدي اياك تعاشرها انا مجنوني اكثر منك كنت ناطر تليفون تاني منك تقول له حبيبي شو هلا لو رجعت الفلة هيك اللي كنت لو رجع كنت بدي غير شوفوا بس انه بس ليش ما رجعت هذا السبب اللي انا اوكي بدي بس بليز الشخص الثاني لما بده يوعى هلا الي وعي وعارف حاله انه عم يحلم سسا يعني انت وعيت عم تضحك انه حلمت انا بدي الشخص الثاني بده يمرق هلا يعمل شوك انه رجع لقى حاله بالبيت بالبيت يعني تخيل انت اثنين توعى بالبيت وما كانه ايه ما كانه وي وي ما زي اوكي